بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم دنيا ودين. مشاهدينا الكرام، في هذا اللقاء نتحدث عن عبادة من أجل العبادات وخلق عظيم من أعظم الأخلاق، وهو جبر الخواطر. لا شك أن جبر الخواطر من أساسيات هذا الدين العظيم، فالله عز وجل سبحانه وتعالى علمنا كيف نجبر الخواطر. فالله سبحانه وتعالى قد جبر خاطر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف، وفي طوال مرحلة الدعوة والرسالة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل جابرا لخواطر النبي وخاطره صلى الله عليه وسلم. وجدنا ذلك واضحا حينما كان حدث تحويل القبلة، حينما قال الحق جل وعلا: فلنولينك قبلة ترضاها. هذا ما رضيه النبي وهذا ما أحبه النبي، فكان الله عز وجل عند محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا حينما نجد في سورة الضحى حينما يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. كثير من المواقف في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وجدنا الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر النبي، وكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان جابرا لخواطر الصحابة ولكل المسلمين، حتى لغير المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم جابرا للخواطر. نتعلم من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف نسير على هدي النبي، كيف نقتدي بالنبي في أخلاقه وصفاته وكمالاته صلى الله عليه وسلم. نتعرف على هذا الموضوع الهام في هذا اللقاء بصحبة ضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد فؤاد من علماء وزارة الأوقاف. أرحب بك فضيلة الشيخ. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. فضيلة الشيخ، يعني مفهوم جبر الخواطر وما هو معنى جبر الخواطر بداية، قبل أن ندخل إلى الحديث عن أهمية جبر الخواطر ويعني ثوابه العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى. نعم. ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وأرسل نوحا فصنع الفلك بأمر الله ثم جرى، ونجى الخليل من النار فكان حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وآتى محمدا الكتاب فيه البينات والهدى. صلى الله عليه. في الحقيقة موضوع جبر الخواطر وعبادة جبر الخواطر هي نعم. من العبادات الهامة في ديننا الحنيف. نعم. معنى جبر الخواطر، أنا كرجل إنسان مسلم نعم. يجب أن أجبر بخاطر من حولي. نعم. فإن كنت في منصب ما أو كنت في مكان أو مكانة ما وهم إلي أحد أن أقوم بمساعدته، فواجب علي أن أجبر بخاطره وألا أحرجه بالكلام أبدا. نعم. ويمكن ده علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف. نعم. يمكن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنا ابن العاشرة من عمري. نعم. يقول: فخرجت من المسجد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فإذ بالنبي يرى طفلين صغيرين فأقبل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسيهما. نعم. يقول جابر: فنظرت إلى النبي فعلم ما في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقبل رأسي ومسح على رأسي. يقول: فشممت من رائحة كف النبي صلى الله عليه وسلم ريحا كريح المسك لم أرى قبله قط. ما شاء الله. فجبر النبي صلى الله عليه وسلم بخاطره بمجرد نظرة. نعم. نظرها جابر بن عبد الله. نعم. كأنه يقول: أريد أن تفعل معي يا رسول الله كما فعلت بالصبيين الصغيرين. جميل. وهناك موقف آخر جبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم طفلا كان اسمه عمير. نعم.
هذا الطفل الصغير كان له عصفور اسمه النغير. نعم. فالطفل عمير وعصفوره الصغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من بيته قاصدا المسجد يمر على عمير. نعم. فيجبر بخاطره صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عمير، كيف حال النغير؟ نعم. فيقول عمير: النغير بخير يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذات مرة فإذا به يبكي، فقال له: ما بك يا عمير؟ قال: يا رسول الله، لقد مات النغير. نعم. فجلس نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بجواره جابرا لخاطره. نعم. وهدهد عليه وعزاه صلى الله عليه وسلم في عصفوره الصغير. نعم. النغير. نعم. فضيلة الشيخ، يعني لا شك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طوال حياته كان جابرا للخواطر. نعم. للمسلمين ولغير المسلمين صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلق النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. حينما نجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني يقول: سلمان منا آل البيت. نعم. يعني ينسب سيدنا سلمان الفارسي. نعم. وهو رجل من فارس، يعني أعجمي ليس بعربي. نعم. نعم. وينسبه النبي إلى آل بيته صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطره ومحبة لهذا الصحابي الجليل. حدثني. نعم. عن هذا الخلق العظيم من النبي، وكيف كان جابرا لأخلاق الصحابة للصحابة ولكل من كان من صحابته، سواء كان عربيا أو غير عربي. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة في جبر الخواطر. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله فحياته عليه وسلم. كلها مع الصحابة، سواء كان من المسلمين أو حتى زي ما تفضلت حضرتك. نعم. من غير المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم جابرا لخواطر الناس من حوله جميعا. صلى الله عليه وسلم. لأن الله جبر بخاطره من قبل. نعم. نعم. قال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم. ولا الآخرة خير لك من الأولى، إلى آخر الآيات. نعم. ثم. نعم. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن نجبر بخاطر اليتيم. نعم. والمسكين، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما. نعم. السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. وحينما نجد أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله جبر بخاطر النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم, وسلم بعدما خرج من مكة. نعم. قال الله عز وجل في كتابه بقرآن مسطر مسجل إلى قيام الساعة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نعم. أمثلة ونماذج جبر الخواطر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مع الصحابة الكرام كثيرة. نعم. موقف عبد الله بن أم مكتوم. صحيح. حينما يعني انشغل النبي صلى الله عليه وسلم, عنه بقيادات قريش، ظنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في الإسلام، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. صلى الله عليه وسلم. فعاتبه الله عز وجل في قرآنه بقرآن يتلى. نعم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. جبر الله عز وجل خاطر عبد الله بن أم مكتوم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة في جبر الخواطر صلى الله عليه وسلم. وكذلك. نعم. علم الصحابة الكرام. نعم. جبر. نعم. الخواطر حتى مع الصغار ومع الكبار، مع صلى الله عليه وسلم. كل من. نعم. تعاملوا مع النبي والصحب الكرام. نعم. ليتك تحدثني حتى مع الجمادات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر الخاطر، يعني. نعم. الجزع، يعني وقصة الجزع. نعم. جزع النخل الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. فقال وسلم. الصحابة الكرام: يا رسول الله، نصنع لك منبرا من خشب. نعم. فصنعوا. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من خشب، صلى الله عليه وهو وسلم. في أول خطبة يخطب على هذا المنبر. نعم. إذ. نعم. به يسمع أنين الجزع على فراق النبي صلى الله, صلى عليه, الله وسلم. عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جبر بخاطره ونزل من على منبره صلى الله عليه وسلم وهدهد على الجزع وطبطب عليه وأمر الصحابة الكرام أن يحفروا له فيدفنوه. نعم. كل ذلك جبرا من خواطر النبي صلى, صلى الله, عليه, الله وسلم. عليه وسلم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يفعل هذا لسمعنا أنين الجزع إلى يومنا هذا. سبحان الله. لكن رسول. نعم. الله كان مدرسة في جبر الخواطر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لعل من المواقف الهامة فضيلة الشيخ، يعني حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم.
فكان أيضا جابرا للخواطر حتى مع غير المسلمين. نعم. وهم الذين حاربوه وهم الذين قاتلوه، وجبر أيضا خاطر أبي سفيان حينما قال من دخل بيت نعم. أبي سفيان فهو آمن. حدثنا أيضا عن هذا الموقف العظيم من النبي الكريم صلى الله نعم. عليه وسلم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله على يديه مكة نعم. أمسك بمن هزوه ومن قاتلوه ومن أخذوا نعم. أمواله وأموال الصحابة الكرام نعم. أمسك بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ نعم. قالوا نعم. أخ كريم وابن أخ كريم. قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم مطلقا. صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل يحب الفخر. نعم. فقال من دخل بيت أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه أو داره فهو آمن. نعم. كل ذلك جبرا لخواطر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من نعم. الحبيب المصطفى صلى نعم. الله عليه وسلم. صلى الله عليه حتى وسلم. علم الصحابة الكرام. يمكن أذكر موقف لسيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه في العام 18 من الهجرة نعم. في حينما كان الصحابة الكرام في عام مجاعة نعم. وفي قلة من المال والمواد الغذائية، فجاءت قافلة باسم عثمان رضي الله عنه وأرضاه نعم. فهم التجار كلهم أن يستبقوا إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يقول نشتريها الدرهم بدرهمين. نعم. قال من يزدني؟ قال الدرهم بثلاث، الدرهم بأربع، الدرهم بخمس، حتى وصلوا إلى سبعة أضعاف ما في القافلة. كان نعم. من إمكان سيدنا عثمان بن عفان أن يكسب في هذه القافلة سبعة أضعاف ما يكسبه في كل الله. مرة نعم. لكن شعر بحال المسلمين نعم. جابرا لخواطر المسلمين قال لقد زادني عن سبع. نعم. قال نحن التجار. قالوا نحن التجار وما بالمدينة أحد غيرنا. نعم. من زادك؟ قال الله عز وجل زادني سبحان الله الحسنة بعشر أمثالها. نعم. وأطلق القافلة أعطاها كلها صدقة للمسلمين وللمحتاجين. كل ذلك جبرا لخواطر المسلمين. نعم. نعم. يمكن أذكر جميل. موقف لابن مسعود نعم. رضي الله عنه وأرضاه حينما قرأ قول الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال انكثر الليل نعم. أي أن النهار قد امتاز عن الليل نعم. لكن نعم. الله عز وجل جبر بخاطر الليل سبحان الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يسرى به ليلا سبحان نعم. الذي أسرى بعبده نعم. ليلا من المسجد الحرام إن إلى المسجد الأقصى نعم. الذي باركنا حوله جميل. يعني لو أردنا أن نعرف قيمة جبر الخواطر نعم. في المجتمع نعم. وهي يعني صمام أمان للمجتمع الذي نعيش فيه نعم. كيف ننشر هذه الأخلاقيات وهذا الخلق العظيم بيننا حتى يعني نتكاتف فيما بيننا، يعطف القوي على الضعيف والغني على الفقير وهكذا، حتى يعني نطبق أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيننا. نعم، هذه دروس وعبر من نعم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى وتعاملاته عليه وسلم. مع الصحابة الكرام نعم. يجب علينا أن نتخذ من هذه الدروس والعبر نبراسا نتعلم منه نعم. نحن نعم. كمسلمين يجب أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ولمواقف النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولحياة النبي صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة نعم. يتعلم منها التاجر نعم. ولذلك أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التجار هم الفجار إن خالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم وإن احتكروا السلع وإن استغلوا حاجة الناس إلى المال وحاجة الناس إلى الطعام وحاجة الناس إلى المواد الغذائية نعم. فهذا معصية يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى لأنه احتكر قوتا من المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله من عليه احتكر وسلم. فهو خاطئ نعم, نعم. نعم. والمحتكر ملعون أيضا ملعون كما ورد عن أيضا النبي يعني. فرسالة إلى التجار أن يشعروا بالناس جميعا نعم. وأن يتعلموا هذه العبادة جبر الخواطر نعم. لأن من سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله نعم. عز وجل في جوف المخاطر نعم. فضيلة الشيخ يعني لا شك أن خلق جبر الخواطر له تأثير عظيم في حياتنا، ينشر المودة والمحبة والرحمة فيما بيننا.
كيف أجبر خاطر زوجتي وأولادي؟ هناك البعض يقصر في بيته سواء كان رجل أو امرأة في قضية جبر الخواطر، وكيف أجبر خاطر زوجي أو زوجتي أو أولادي وهكذا، كيف ننشر هذا الخلق بيننا كأسرة؟ هذه حقيقة فعلا، نحن في مسيس الحاجة إليها، أن يجبر الرجل خاطر أهل بيته وزوجته وأولاده ولو بكلمة طيبة. فالكلمة الطيبة صدقة، ويمكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. فقال الصحابة الكرام أيأتي منا الواحد منا أهله وله بذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في الحرام؟ فهذا جبر لخواطر أزواج المسلمين. حينما يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المدرسة. فقد جاء الأقرح بن حابس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحفاده صلى الله عليه وسلم. فقال له أتقبلون أبناءكم؟ يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخواطرهم. فقال الأقرح بن حابس إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجبر بخاطر ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا ما أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بيدها وقبل يدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسها في مكانه، وكانت ترد هذا الجميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما يقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضها تقوم للنبي صلى الله عليه وسلم أبيها وتقبل يده وتجلسه في مكانها صلى الله عليه وسلم. هذه عبادات نحتاج إليها في زماننا هذا حتى ينصلح الحال حال الأمة جميعا. فلا ينصلح حالها إلا بما صلح به أولها. فضيلة الشيخ، يعني لا شك أن جبر الخواطر أيضا فيما بيننا كأسر وكمجتمع نفتقد إلى هذه الأخلاقيات الطيبة في واقعنا المعاصر. نجد الابن يقصر في حق أبيه وفي حق أمه وإخوته البنات أو إخوته الذكور. نجد المشكلات الحياتية التي أودت بنا إلى الكثير من المشكلات والتي قطعت الأرحام. كيف نعود مرة أخرى إلى ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة كيف نتصالح مع أنفسنا ومع أهلنا، وكيف نصل أرحامنا في هذه الأيام؟ بالفعل إحنا نحتاج إلى هذه الأمور حاجة مسيسة. بالفعل حينما نذكر هذه الأمور نقول إننا بحاجة ماسة إلى هذه الأخلاقيات. لا بد من عودتنا إلى ديننا، ولا بد من عودتنا إلى مدارسة سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا الأمر ناشئا من التربية. حينما ينشئ الأبوين صغيرهما على لا إله إلا الله محمد رسول الله، على أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تتمة مكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القواعد. فحينما كان يقول للغلام الذي يده تطيش في الصحفة وفي الطعام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل هذه آداب تصحبنا في النهاية إلى غرس هذه المبادئ وهذه الأخلاقيات في نفوس أبنائنا. أما أن ينشغل الأب أو الأم في زحمة الحياة الدنيا بحثا عن المال يمينا ويسارا وينشغل عن تربية الأبناء ففاقد الشيء لا يعطيه. فحينما يقول الشاعر الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم عليها دور كبير في تنشئة الطفل منذ نعومة أظافره، حينما تغرس فيه مبادئ الإسلام وأخلاقيات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حلال، هذا حرام، هذا يجب أن يقال، هذا لا يجب أن يقال. حينما تنشئ صغيرها على هذه الأمور الطيبة فنراه يكبر على هذه الأمور، ثم يرد الجميل إلى أبويه ويكون بارا بوالديه غير عاق لوالديه. لكن فاقد الشيء لا يعطيه تماما. صحيح إن شاء الله بإذن الله. فضيلة الشيخ، يعني حضرتك تكلمت عن جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس.
ولا شك أنهما لا ينفكان عن بعضهما البعض، سواء نعم. الجبر الخواطر أو قضاء الحوائج، نعم. هما متلازمان، نعم. كيف نقضي حوائج الناس لكل من يعني أوتي منصبا، أوتي مكانة في المجتمع، أو كان عنده قدرة على أن يخدم الآخرين حتى ولو بالقليل، حتى لو بالكلمة، حتى ولو بالابتسامة في وجوه الناس، نعم. كيف نجبر خواطر الناس بأن نقضي حوائجهم مهما كبرت أو صغرت، وما هو ثواب وجزاء من يقضي حوائج الناس؟ نعم، بالفعل قضاء حوائج الناس ده أمر عظيم جدا، ولا يعرفه إلا من تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن قضاء حوائج الناس له أجر وثواب عند الله عز وجل كبير. نعم. نعم. لمن سار جابرا للخواطر، نعم. أدركه الله عز وجل في جوف المخاطر. صحيح. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم. دائما وأبدا الإنسان الذي يتربى على مائدة القرآن ومائدة خير الأنام صلى الله عليه وسلم تراه يعرف قيمة هذا الأمر ولذة هذا الأمر، أن يسهر الليالي في، نعم. خدمة الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأة يقال أنها مخبولة في عقلها، نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيدها صلى الله عليه وسلم تمشي به يمينا فيسير معها النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي به يسارا فيسير معها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعجب الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون طوعا في يد هذه المرأة، ربما تكون مخبولة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قارعة الطريق وقال لها: أي المسالك تريدين؟ نعم. كل ذلك جبرا لخواطر، يريد أن يقضي لها النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. والمواقف كثيرة لا نستطيع، نعم. سردها نظرا لضيق الوقت، لكن حينما يعلم العبد المؤمن جيدا أن في قضاء حوائج الناس، نعم. ثواب عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل يجبر خاطره. أذكر موقف حدث بالفعل. رجل كان على قارعة الطريق به عود ينكث به في الأرض، نعم. فمرت عليه امرأة فأوقفت سيارتها وقالت: لعله رجل يحتاج إلى مساعدة، ما بك؟ قال: أقسم الأرض وأقسم الجنة. نعم. أتريدين قطعة من الجنة؟ قالت: نعم أريد قطعة، ومن يكره أن يكون له قطعة من الجنة. نعم. فقال: قطعة من الجنة بألف درهم. فأعطته ألف درهما، ثم عادت إلى بيتها وقصت على زوجها ما حدث، فقال: هذا ليس بصحيح، هذا أمر ليس بصحيح. فنامت في ليلتها، نعم. فإذ بها ترى أنها في الجنة ولها مكانا في الجنة. نعم، ما شاء الله. ففي الصباح قالت لزوجها، فقال: أين الرجل؟ دليني على الرجل وعلى مكان الرجل. نعم. فذهب إليه وقال له: يا هذا، أريد قطعة في الجنة. نعم. قال: ومن يملك الجنة؟ الرجل. نعم. قال: ومن يملك الجنة؟ قال: زوجتي بالأمس جاءت إليك وقلت لها أنا أبيع قطعا في الجنة، فأعطيتها قطعة في الجنة بألف درهم. قالت: جبرت بخاطري، فجبر الله عز وجل بخاطرها. نعم. ومن يملك، نعم. الجنة؟ أما أنت جئت لتشتري مكانا في الجنة، ومن يملك مكانا في الجنة؟ نعم. اذهب فاستغفر الله عز وجل، اذهب الله. فصلي على النبي صلى الله صلى عليه وسلم، الله عليه وسلم، اذهب فاختم صلاتك في دبر كل صلاة 33 تسبيحة، نعم. 34 تسبيحة، 34 تحميدة، نعم. 34 تكبيرة، فإن، نعم. ذلك يبنى لك بيتا في الجنة، نعم. لأن الصحابة الكرام قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل البصور بالأجور، نعم. يحجون ولا نحج، يعتمرون ولا نعتمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولحقتم بمن سبقكم؟ نعم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أن تسبحوا الله 33 دبر كل صلاة، وأن تحمدوا الله عز وجل 33 دبر كل صلاة، وأن تكبروا الله عز وجل 34 دبر كل صلاة، نعم. فهذا خير لكم، نعم. تسبقون به من سبقكم وتدركون به من لحقكم، نعم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت فضيلة الشيخ. يعني أيضا لو تحدثنا عن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، وهو دين فريد من نوعه، أنه كفل حق للفقراء والمساكين في المجتمع
لم نرى هذا بهذا العمق في مثل إلا في مثل هذا الدين العظيم، دين الإسلام. وجدنا ذلك واضحا حينما أخى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الصحابة في هجرته صلى الله عليه وسلم، وجدنا نموذجا فريدا من الصحابة الذين تنازلوا عن بيوتهم وعن أملاكهم وعن كل ما يملكون من متاع الدنيا إلى إخوانهم المهاجرين. وجدنا ذلك الخلق العظيم جبرا لخواطر المهاجرين من الصحابة. هذه العلاقة الطيبة الكريمة لم نرى لها مثيلا في الوجود، وهذا ما قرره دين الإسلام. كيف نتخلق بأخلاق الصحابة ونعود إلى ما كانوا عليه في واقعنا؟ كيف يعني نتكاتف مع بعضنا ويعطف بعضنا على بعض؟ لابد سيد الفاضل أن يعلم الكبير حق الصغير، وأن يعلم الصغير حق الكبير، وأن يعلم الغني حق الفقير، وأن يعلم الكبير حق الصغير، وأن يعلم الصغير حق الكبير. فلو علم كل واحد منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات ما وجدنا هذه المشكلات التي ملأت مجتمعاتنا، فإننا في الحقيقة في أزمة أخلاق. لسنا بأزمة اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية، بقدر ما نحن في أزمة أخلاقية نحتاج إلى إصلاح هذه الأزمة. حقيقة. فحينما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وننهل من علم النبي صلى الله عليه وسلم ومن فيض قدرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام، سنجد الخير الوافر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم من هذا حينما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نجد المواقف. نعم. ومن خلال المواقف نتعلم، ومن خلال المواقف يتعلم الجميع. نعم. ما للصغير وما للكبير. صحيح. ما للغني وما للفقير. حينما يقول الله عز وجل وفي أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم. للسائل والمحروم. المفترض أن يأتي الغني بزكاة ماله إلى الفقير في بيته. نعم. نعم. لا ينتظر حتى يأتي، لا ينتظر إليه حتى يأتي الفقير إليه، الفقير. نعم. إليه. ثم يقوم بتصويره وبالمن عليه. نعم. لأنه. نعم. ليقال أن هذا الرجل كريم جواد. لا إله. ولذلك الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نعم. قال قارئ للقرآن. نعم. ومتعلم للعلم. لا إله إلا الله. قال ومنفق ومتصدق. لا حول. ثم قال ورجل مقاتل حتى قتل. نعم. نعم. نواياه مختلفت. صحيح. الأصل أن هذه الأمور أمور واضحة جلية. نعم. عظيمة. لكن قارئ القرآن الذي تسحر به النار يوم القيامة، هذا قرأ ليقال قارئ. نعم. كل. نعم. هدفه أن يحصل على لقب أفضل قارئ. للأسف. متعلم العلم كل هدفه أن يقال عنه عالم. نعم. متصدق ومنفق كل هدفه أن يقول. نعم. الناس عنه كريم جواد. نعم. نعم. مقاتل حتى قتل كل هدفه أن يقال عنه بطل. نعم. الأصل. نعم. في هذه الأمور أنها أعمال صالحة. نعم. لكن النية أفسدت هذه. نعم. الأعمال. حسن. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وقد قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أحسنت. لو انشغل الناس. نعم. جميعا فيما يخصهم ما التفتوا إلى ما عند الناس. نعم. نعم. أحسنت. إذن مشاهدينا الكرام، خلق وعبادة جبر الخواطر هي من أساسيات هذا الدين العظيم. يجب علينا أن نقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام حتى نطبق هذه الأخلاقيات في واقعنا المعاصر. نتكاتف فيما بيننا، نتعاطف فيما بيننا، يعطف الكبير على الصغير ويعطف القوي على الضعيف. أدعو الله عز وجل أن يحفظنا جميعا وأن يخلقنا بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الشيخ أحمد فؤاد من علماء وزارة الأوقاف. نشكرك فضيلة الشيخ. أشكرك فندم وأشكر السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. جزاكم الله خير. شكرا. نشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونترككم في معية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.